Finally the big day is here. عشان اطلق الحلا كوزمتكس بالرياض بالحمرة مول وعشان اشوف الفان. وانا في الدرب رايحة الحمرة مول كنت وايد متوترة ومستنسة في نفس الوقت. لما وصلت الحمرة مول ما صدقت ايش كثر ناس كانوا قاعدين ينطروني. When I saw the stand of Hala Cosmetics, I was really proud. حياك الله حلا الترك واهلا وسهلا بكل من معانا من جمهورها واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك حبيبتي. قولي لي ايش احساسك الحين بين جمهورك وفي عود ميلانو؟ طبعا احساسي غير صراحه وانا وايد مستانسه ان انا متواجده هني في محل عود ميلانو لافتتح الحمره. وشكرا رضوى حبيبتي ما قصرتي وبس يعني اشكر جمهوري على حضورهم واحبهم وايد والله. ايش راح تقدمي لهم اليوم من مفاجآت لان الكل ينتظرك تقريبا من ساعتين يعني؟ فديتهم والله طبعا راح اقدم لهم الحمره. اي وايد والله وان شاء الله يعجبهم. ان شاء الله. ايش الالوان اللي راح تقدمينها؟ ايش راح تعطيهم من نصايح؟ طبعا الالوان اللي راح اقدمهم هذولا الاحمر والبيت والوردي واللاينرز والحركات يعني. ونصيحتي لهم ان تكون على طبيعتها بس ضروري الوحده تكون على طبيعتها. اكيد. حياك الله واهلا وسهلا فيك حلا. يا عمري فديتك مشكوره. الله يعطيك الف عافيه.